نبينا صلى الله عليه وآله وسلم وعيه عرورت صلاة أمرا مركي تدوب تشريه تمن تشري هذه قارة أن صلاة كقراعة ماشة أي تشيفان عرورت أكل تركي وكل فقية كالقادة النبي صلى الله عليه وسلم عرورت مركي يري يريه تشيف ككل قية محل لولي أخلاف عمر لوغا بقيا رقن عمر لوغا بقيا بحيل الدين تني والدين العفة والدين دورصوني بني آدم كو إنو دورصون هذا بني آدم كو إنو حشاده بني آدم كو إنو كرامة إيا شرف إيا الظهيرنان كن أولاده ما لما أدون كو كن أوليه بني آدم كو إنو كن أولاده سيدي ربك أبورتي أبوت لك علي الماك لكي يحمان تيسان اسكوبران يران تالة تربية إليه gabadhii yareed xijaab iyo dhowsoonaan iyo xishood iyo cifa lagu dhowriyo lagu barbaarinay wiilkiina sidoo kale to dhowsooni iyo akhlaaq wanaagsan iyo run baa lagu barbaarinay arurta ayagoo yar yar baa wanaaga lagu barbaariyay ku koraan saasay diinteenu ina amraysa wana mas'uuliyadda waalidka saaro waa wana mid barri laga doobay iman doono ee la isuu diin doono waqtigan hadda ay u joogno ووقتي آدو أبي وزمن يحلي فسادك يكفر وعي عالمك هو هيمني وعالمك هو نقضي قال إلهي تبارك وتعالى يا خيراتك ديدا فسادك يا حمان تنفافنا يا كشقين يا يكود نبر علينا يا او اسغا كشد القادن يا كدخ القادن يا ان يرى الهي من حريستي مويه و حمانتي ساسي وراك موضي ويسي إسلاماً بلاد و إسلاماً والد هذا تحي و عرور لها المها قسري أدون كنكو أنفعا آخران كو أنفعا و الآخران من ونسن وضا تكتاه والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء عرورتاده ان جنده ككلنتان عذابنا كود بدبادان سو ما جعلت عرورتاده ساد ادونك اسغو هشن انسان اخر ان اسغو هشتان سو ما جعلت عرورتاده مركا ديمت كدب اني كو سو دعيار او قبرك كو انفعان سو ما جعلت عرورتاده اخر ان كو شفيعان الهي كو له هدلان سو ما جعلت عرورتاده الدنيا اقرب اني كو انفعان سو ما ربس الله هي عرورتك وحك أخلاق أوها جاتشي قرآن كبر طاعة كوحي تربية أوها ناتشي ما يشحوني عبورتا ذو كفة السادة ينكر عرر الدنيا وحي دونها آت إلهما قريوه إيا حوله إيا هنتي إيا كراس إيا وحكستو الدنيا اللي تعليها إيا قروح ذو ما يشاكو تالو مربع هذا الدين تاذا إيا آخر ذو خطرقشو إيا تربية عبورتا ذو نور لكومة تالو نورالي قومتها لعرر ماشي كلاك قرآن تآت قرآن كريم كالله تبارك وتعالى وحيد وإنو شيك ضدك أي ملائكة أوصنج إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسي كوى النفط أي ملائكة كقاديسة أيقو نفط ضد المياي وحي النفط لك قادي قنتين أيقو أخرت كتشرها يا أيقو الدين تودي كله أيقو أخلاق تودي خربنتي أيقو واجبات كي ضيعي أيه ملائكة تومي ده مركز النفط كقاعد مركز أوحى الوي ملائكة ما كنت رايح سمرك النفط كقاعد فيما كنت محاد كنت أحسب نيدين محاد ماشان وقت تجي ويدين محاد طول كان وجهي جرام ويدين هذا الدين تين الحرية ويدين عروت تين التربية وده حرية ويدين أخلاق تين الحرية ويدين محاد وقتك ويدين ورجال سواح يقول له دارنا يا يعني كنا مستضعفين وحنا أهين والله ضعيف صدق وحدتي بنا هين أود من الله هين تبر من نهين مركز الله جواب وحل ليه ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها
dhulka ilaahay soo ma ballaarnayn ood u hijrootaan ood u qaxdaan? maxaa halkan keliya idinku celiliyo dhulkii halkanuu ka dhigay? ma dhulkii ilaahay baa soo celiliyamay? meeshan meel dhaanta soo ma jirin? haawey, maxaa ku dhigay cudurdaarkaasi socon waa? marka dad ilaahay wuxuu ka soo reebay mustadcafiin dhab ah oo meelay u carraan lahayn, oo meelay u hijroodaan lahayn, oo aan awood lahayn, oon xeedad lahayn, oo duruuf ay haysato xaqiiqo ilaahay ka garaaday. inta kale warkoodii waa la diiday. alam takun ardu llahi waasicatan fatuhaajiru.